كل بنات صباح لاباس عليكم، كل شيء بخير. اليوم البنات غنوريكم كيفاش نصاوبوا واحد الخبز ديال التورتيلا اللي كيكون هو عباره عن خبز مكسيكي، ماشي الخبز ديال العيش، ماشي خبز شاورما، خبز التورتيلا اللي كيتصايب به تاكوس او لا كيكون كديري به ساندويتش او هذا، كيكون رقيق وما كيكونش بحال الخبز ديال الشاورما او الخبز العيش كيكون كيتحل، يعني كيكون مهوي من الداخل. هذا لا، سبق لي عطيت لكم هذا خبز التورتيلا بحال اللي صايبنا به داك النهار وصفات في رمضان، كنتو عقلتو كان هذاك مشري. اليوم غنوريكم كيفاش تصايبوه، راه سبق لي وعطيتكم كيفاش تصاوبوه بدقيق الابيض يعني الدقيق ديال الفورص. اليوم غنديروه بطريقه صحيه بدقيق القمح الكامل. كيف كتشوفوا عندي دقيق قمح او ماي جاد، دقيق قمح هنا انا غربلته لان هذا فيه بزاف النخاله كيف كتشوفوا، غربلته ولكن ها هو باقي فيه شويه حروشيه شويه زعما هكا. هذا اتقان هو النوعيه ديال الدقيق، ودائما في هذه الوصفات تستعملوا نوعيه جيده. طبعا شنو غنحتاجوا؟ غنحتاجوا واحد الملعقه ديال الملح مع ملعقه ديال بيكنج باودر اولا ديال الخميره ديال الحلوه اللي غادي نديروها مع هذا الشيء. تقريبا هنا عندي واحد 300 غرام ديال تقريبا واحد 3 كؤوس باش الكاس ديال الشاي العنبه ديال الدقيق. اوكي باش لاباش تصيبوا يعني كميه لا باس بها وتخليوها في الثلاجه باش تبقاو هكا ديال قياس يومين اولا 3 ايام ماكسيموم. غناخذ واحد قياس ملعقه كبيره زيت زيتون. اوكي معلقه باش ما يجيناش نسوا معلقه بركه. وعندنا هنايا المدافي باش غادي نعجنوه. اوكي انا هنا الماء غنضيف هذه الكميه وغندير العجانه وهو كيتخلط وانا كنضيف بالتدريج كما غتشوفوا معايا. فوالا نبداو غير بسرعه مهيله ونبداو نضعفو بشويه بشويه السرعه. هنا كنضيفو طبعا في الماء، منضيفوش بزاف، العجين خصو يكون لين ولكن مدلوك مرخوف بالدليك، متكونش قاصحه لانكم عارفين دقيق القمح كيشرب. طبعا كتجيو كتوقفوا لا ماشين كتحاولوا انكم لان دقيق القمح كيبقى شويه مكتل تحت بهذه الطريقه باش يتخلط عندنا كلشي ونعاود نرجع نخدم العجانه من جديد. فوالا تقريبا هذاك الكاس كامل اللي كان عندي درته ديال الماء، جبت جغمه اخرى باش اون سي جامي جغمه نحتاجو. صافي كاس واحد هذا تقريبا غتكون جوج كيسان بقياس كاس العنبه. فوالا البنات هنا بعد ما كنعجنوا العجين مزيان هانتوما كيف كتشوفوا راه مدلوك ومرخوف، ما تخافوش منها راه غتشرب غير الا ترتاح واحد 30 دقيقه يعني واحد نص ساعه غتكون تشربات، ما خاصش العجينه تكون قاصحه وما خاصهاش تكون مرخوفه بزاف، هذا هو القوام اللي خاص تكون فيه. دونك تلاقاو بعد ما ترتاح عندنا العجين دوز واحد نص ساعه ما كنخليوهاش اكثر يعني من نص ساعه وندوزو نكملو. البنات هنا بعد ما كدوز نص ساعه تقريبا غنجيو ناخذوا هذا العجين. هنا غنجي نستعمل نفس الدقيق ديال القمح نرشو هكا شويه وناخذ العجين ديالي. هنا راه بعد ما ارتاح ونحاول نقسمو ندير منو قرعيات. لونا جات لعب حتى بديت انا نصور نستعملو بالقليل من الدقيق طبعا لان دقيق القمح راكم عارفينو ماشي بحال دقيق الفورص كيتشرب، وحنا ما بغيناش العجين يكون قاصح بزاف. انا البنات هنايا غنجيو نديرو كريات طبعا بحجم ديال التورتيلا راكم كلكم كتعرفوه حجم يكون متساوي. اوكي وانا هنا غنحاول انني نصيب الكريات تستفهم هنا، وطبعا غادي نجيب المقله ديال الكريب اولا اي مقله فين غنبدا نطيب لان مباشره اي وحده غنسرحها غادي نديرها تطيب مباشره. كيف كتشوفوا الحجم اللي انا درت، ما تتكبروا ما تتصغروا، كيبقى الاختيار على حسب الحجم ديال الساندويتش اللي نتوما كديروا، ما حجم التورتيلا راه معروف. وانا البنات هنايا بعد ما صافي صوبنا الخبيزات كاملين غنجيو نبداو ناخذو حيطه رصيده نرشو شويه دقيق مزيان. طبعا نحاولوا دائما نبداو بوحده اللي سبقنا هي الاخرى. هنا غادي نجيب مدلك. اوكي نديرو هكذا
ونورق مزيان. طبعا الخبز ديال التورتيلا راكم عارفينو كيكون رقيق، ما كيكونش فيه مره نرشو رقيق من الاسفل وهكذا. وما تنساوش قبل ما نهزوها راه غادي نسوسوها طبعا. ونمشي نشعل على المقله رقوها مزيان كما قلت لكم. اوكي حاولوا تكونوا ماشيين بشكل دائري، راكم عارفين خبز التورتيلا كيكون بشكل دائري. هتشوفوا معايا هذيك الطريقه اللي قلتي، كنت سبق لي وريتكم الطريقه هذه ديال انكم فاش تقرصوا تجيبوا اما تبصيل او غلاقه، كنت درناها بغلاقه، وكت تحطيها وتقطعي دوك الحواف وتبقاي حتى الاخر تجمعيهم وتعاودي تصايبي منهم خبيزه اخرى وتكرصيها. انا كتجيني ان هذيك صراحه غير ضايعه وغتبقاي تلعبي، فحاولوا انتم كتصايبوها وهكذا كتقطعوا كاع في الاخر. الا ما عجبتك الشكل ديالها وبغيتي تقطعي لها دوك الحواف، فاحنا شنو غنديروا؟ غادي حتى نخليوها حتى تطيب ونجيبوا ديك الساعه تبصيل ولا شي حاجه نقطعوا لها الحواف كما غتشوفوا معايا، غيكونوا طيبين هكا كما غتحتاجي تبقاي تلعبي مع العجينه. ديروا بهم شي حاجه كلوهم ديروهم مع سلطه، يعني ملي تكون عاد ديروا سلطه خذوا دوك الاطراف اللي نقصتو حمصوهم، زيدوا حمصوهم شويه في مقيله ولوحوهم في شي سلطه هكا ديال تشيكن ولا شي حاجه. هنا المقله ها هي غنشوفوا واش سخنات باقا مازال، فغنجيب هذه نحاول انني نكحز على الجهه. اوكي ونجيب واحده اخرى. هنا غنستمر بنفس الطريقه بلا تسخن عندي المقله، نصيب عاوتاني واحده اخرى نقرصوها شويه هكذا باش تعطينا داك الحجم الدائري. غنكملوا بالمدلك. اوكي هنا انا العجينه واخا هكاك بقات عندي شويه خفيفه، خاصها تكون زايده واحد ناقصه واحد شويه، يعني ما تكونش خفيفه هكا باش عاوتاني ما تعذبناش. انا واقع حسيت انني خليتها شويه خفيفه، داكشي علاش كندير كميه ديال الدقيق كثيره، خاص تكون اقل من هكا، يعني ما تكونش عاوتاني خفيفه بزاف اللي تبدا تلصق لك. هنا كنمشيو غير هكا شويه بشويه بالجناب وحنا كندفعوا في الوسط، باش كنبقاو محافظين على داك الشكل الدائري، وباش كنورقوها من الاطراف كامله ما تجيناش من شي بلاصه مورقه وشي بلاصه لا. مره نرشو الدقيق باش ما تلصقش ليكم. شوفو صافي السمك كبار هكا. شوفو المقلة غتكون سخنات، نمشي نشوف باقا واحد شوي نقص عليها. انا غتحس معايا راني نقص عليها صافي ماشي مشكل. هنا كيما قلت لكم ممكن تحطوها هكذا كيما غندير انا، و اذا المقله كبيره على هذا الطرف اللي انا درت صافي غنديهو ونخليوها على نار مهيله حتى نحس بها بدات كتنشف، عاد نقلبها للجهه الاخرى. اوكي ما كنقلبوهاش هي راه دغيا كتبدا تنشف كيف غتشوفوا. نتبع معكم وحده اولا جوج عاد من بعد نكمل انايا باش نتكونسونطرا معاهم، لان انا خاصني مباشره نصوبها نديرها طيب. اوكي هانتوما كيف شفتوا هذا الخبز هذا طبعا راه ما كينتفخش كيف ما قلت لكم، كيكون بحال هكا خبز ساندويش راه معروف ديال الخبز المكسيكي. مباشره كنحيدوهم كنديروهم في منديل وبلاستيك لان ما خاصوش ينشف، ينشف ما غيبغيش يتطوى لكم ملي غي تبغيو ديروا ساندويش. الوغ هنا بالنسبه الا كنتو غتصايبوا بها ساندويش هانتوما غتحمروها مزيان، الا كنتو ديك الساعه غديروها ساندويش غتحمروها مزيان باش تجيكم مباشره تلفوها، سينو غتخليوها يعني بحال هكذا باش نهار تبغيو ديروا بها شي حاجه ساندويش او هذا تكون يعني عندكم في المازال تزيدوا تسخنوها. فوالا نشكر عليكم. فوالا هنا كيف كتشوفوا انا حطيتها، شنو غنجيب دابا الفيلم اليمونتير غندير لها بحال هكذا
باش ما تنشفش ليا من الاطراف كامله. ندير هكذا ونقطعو وعاد نغطي عليه هكذا، غيبقى رطب ما ينشفش ليا. اوكي او ماي جاد، انا ولد البلاستيكه باقا سخونه. اوكي غنخليها بلاتي حتى شويه. ماشي ندير البلاستيك الاخر ديال الطيب. هنا راني حطيت الاخرى كطيب. ها هي غنجيب نفس الطريقه نبقى مستمره، كندير كل وحده مباشره كنديرها طيب، نسرح ونديرها طيب. نجي نحاول نقرب هنا شويه العمليه باش تجيني ساهله. قريبة المقلة، كل ما سيبنا وحده نديروها مباشره طيب. ما ننساوش دائما نقلبوا مره مره. طبعا خبز التورتيلا راه عندكم اما ديروا به تاكوس، اما تعمروه بشويه ديال الدجاج مع الفريت، مع ديروا كيما صايبتو داك مره مع موتزاريلا و لي زيبينار. يعني يلاه ما ديروا في الحشو، كيبقى الاختيار كل واحد. نديروه بالطون ومايس و مطيشه هكذا، خص بجو ساندويش شويه بارد. نحاول نحصل على شكل دائري ورقيق، اهم حاجه ترقوه. ما قلت لكم كل ما رققتو كيجي مزيان. اوكي شفتو هو ماشي بحال داك اللي صايبنا داك المره كنتافي. هنا ها هما هادو غطيتهم بالفيلم اليمونتيغ من الاسفل ومن الفوق باش يبقاو حافظين على الرطوبه ديالهم، ونعاود المنديل من الفوق. غنستعمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالهم. انا البنات هنا كيف كتشوفوا صافي، بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي طبعا حمرت لكم شي وحدين غير باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. اما كما قلت لكم راه ما كتحمروش، حيت خاصو يبقى حتى البقات اللي تبغوا طيبوه باش كيتلوى لكم، حيت الا حمرتوه وقصحتوه ما غيتلواش. اوكي دونك ضروري تغطيوه بالفيلم اليمونتير وديروا غير نص طيبه كيف ما قلنا. انتما بحال هاد الاخرين شفتوهم، ها انتما هاد الاخرين كاملين دايره لهم غير التصطيبه، شفتوهم بحال غير مسهضين. غنخليهم يتغلفوا مزيان، يعني تستعملوا الكميه اللي بغيتو، الباقي غتغلفوه مزيان في بلاستيك وديروه في زيبلوك، يعني يكون مسدود عليه مزيان ما يدخلش ليه الهواء، وديروه في زيبلوك تسدوه مزيان تخرجوا الهواء وتخليوه في الثلاجه واحد يومين ولا 3 ايام. ما تطولوش بيه بزاف لان ما فيش مواد حافظه. طبعا هذا كيجي خطير، هذا الخبز ديال التورتيلا اللي بالدقيق القمح طبعا ماشي بالبيض، فهو مزيان الناس اللي كيديروا يعني الكيتو دايت اولا اللي كيتبعوا ريجيم مزيان ليهم احسن ليهم من الاخر، يعني واخا ياكلوا فيه بزاف ما غاديش يضرهم. فهذا هو الخبز، غنخلي لكم في صندوق الوصفه تلقاو الرابط ديال التورتيلا كيفاش تصوبوها بدقيق القمح دقيق الفور زعما الابيض، غتلقاو الرابط في صندوق الوصف. وهذا ها هو يا كيف كتشوفوا، ولكن راه ضروري ترقوه وضروري تسدوا عليه مزيان. اوكي خاص يكون مسدود عليه مزيان هانا كيف كتشوفوا. يلا كنتمنى انكم تجربوا الوصفه بالصحه والراحه. باي باي.